نعود أيها الإخوة، نعود إلى رسول الله وإلى أوثان الأمة. الحمد لله الرسول لم يستحل وثنا لا في حياته ولا بعد وفاته، وهو الداعي المستجاب الدعوة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لم يعبد لا في حياته ولا بعد موتي إلى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. الرسول مأمور بالاستقامة كما أمر. انتبهوا، الرسول كيف الحاكم، كيف الخليفة، كيف العالم؟ ابن غصب عن أبوه بده يكون مأمور بالاستقامة يا أخي. إيش هو يعني هذا الحاكم؟ إيه أعظم من الرسول؟ مش معقول يا أخي. لا، هذا له. لكي لا أبدو مبالغاً أو منفعلاً، أحب أن أقول لكم ادخلوا على الشبكة العنكبوتية، وكان فيها من نسيج العنكبوت أيها الإخوة، كان فيها من نسيج العنكبوت والعناكب ذكرنا وإناثاً. إيه، سوف ترون من يرم أنفه يسخط ويغضب ويحزن لمجرد مطالبة أن يحاكم الرئيس الفلاني مثلا. كيف يقول أنتم جماعة تائهون، أنتم جماعة كذا وكذا، رئيس هذا زعيم الأمة، زعيمكم هذا قال نعم ظلم وتعدى. يكتبون هذا، يعرفون أنه ظلم وقتل وانتهك الأعراض وصلب الحريات وترك الدنيا خرائب ومسائخ، ترك البلد خرائب. قال آه، لكن يبقى الزعيم. ما معنى هذا؟ هناك منطق ثاون خلف هذا الكلام. هذا الرجل وثني، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أعلم برسول الله، أقسم بالله هذا الرجل عنده وثنية. كل من ينطلق عنده وثنية، واضح أنه وثنية، يقول لك زعيم، هذا زعيم، كيف يحاكم؟ كيف يمكن أن ينسلك في الدماغ أن الزعيم يؤتى به ويحاكم؟ ها؟ ولا يوقف في التخشيب بعدين في الأول وبعدين يحطه في السجن، ممكن يعدم كمان، مصيبة. حاكم يعني إيه حاكم؟ حاكم لا يقتص منه، لا يحاسب، لا يسأل، يعني إله. انظروا، أنا أستطيع أن أفهم أيها الإخوة أن للحكم وللسلطة المطلقة سكرة توسوس لأصحابي، لأصحاب الملك المطلق والسلطة المطلقة، توسوس لهم بالتأله والتجبر، بحيث يرون أماثل قومهم أقزاما ومن دونهم هباء. أستطيع أن أفهم هذا، متجبر يرى نفسه وين يعني؟ هم يشوفوش ولا واحد في الأمة عنده في الشعب له قيمة، يرى العمالقة في أمته أقزاما، أما من دون العمالقة فلا يراهم إلا هباء. هذا إن رأهم أصلا لا وزن. السلطة المطلقة، أفهم هذا، لكن لا أستطيع أن أفهم أن يأتي صعلوك من الصعاليك الذين داسهم هذا الظالم أيها الإخوة بطغمته وزبانيته، ولا يزال يدوسهم ويدوس على كرامتهم المادية والمعنوية لكي يدافع عن تأله وتجبر هذا الحاكم. الله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. في واحد يحاج في الله؟ في واحد يخلي نفسه برب العالمين؟ إبراهيم يقول له ربي الذي يحمد، قال له أنا أحيي وأموت. ما أنا زي الله، شيء شو الفرق يعني؟ الله قال إيش السبب؟ هذا الرجل أيها الإخوة عزب عنه العقل، ما في عنده عقل، جن. هذا نمرود مجنون مثل كل مجانين الطواغيت في دنيا العرب وفي دنيا أي المسلمين اليوم، وتقريبا لم يبقى من هؤلاء إلا في دنيا المسلمين. العالم كله بدأ يتحرر، لكن ما زال لسه، ما زال في ديار الإسلام أمثال هؤلاء المتجبرون المجانين منفلتون العقال. قال تعالى السبب أن آتاه الله الملك، يقرأ القرآن، أن آتاه الله الملك. ليش هو إيه؟ جعل نفسه عياره من عيار الله، أستغفر الله العظيم، وقدره من قدر الله، ومقامه من مقام الله، متجبر متأله، لأنه في عنده ملك. الملك أسكره، ضيع له عيار عقله، مش مصدق هو، خلاص هو أذكى من كل أمته، هو أحكم من كل أمته. شر ونقير من بلائه وجهاده إن جاهد أو أبلى. انتبهوا، وبعضهم لم يجاهد ولم يبل شيئا، أليس كذلك؟ بعض هؤلاء الزعماء والله لم يطلق طلقة واحدة في سبيل وطنه. أجي هيك على الحكم في ليلة مشؤومة امتد بها الظلام إلى اليوم، هذا شر ونخير مما قدم يجعله أيها الإخوة يرى لنفسه مسوغية أن يذبح الشعب كله. يعني المناضل أنا، المجاهد اللي قدمته سويت يا أخي، لا شكر الله سعيك ولا سعي أمثالك. يا أخي الناس ماتت وأولادها ماتت في سبيل الوطن كذا، ما واحد إيه أراد إيه أن يستعبد عباد الله، ما يجي إنه إيه في يوم من الأيام أطلق طلقة ولا ركب طيارة ولا إيه الكلام الفارغ، إيش الجنون هذا يا أخي؟ لكن السلطة المطلقة كما قلت، العجب ليس من هذا المجنون الذي آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك.
كأن الله بيقول من أجل أن الله آتاه الملك جعل نفسه في مقام الله، سد حاله أنه صار إله. إيه الله قتله ببعوضة، دخلت في ذهنه جننته ومات، شر ميته ببعوضة. شو أنت؟ بفيروس الله يقتل أمة كاملة، يقتل حتى الحضارة هذه كلها بفيروس واحد لو شاء عز وجل، وبأحقر من فيروس. لكن المشكلة في هؤلاء الصحاليك المدوسين والذين يدافعون في حمية أيها الإخوة، في حمية من الحماس والصدق، بعضهم يبكي، رأينا بعض هؤلاء في التلفاز يبكون بكاء مرا. الزعيم قال الزعيم كيف يوان كيف يتكلم في حقه يا أخي، كيف يعني يلجأ إلى العفو أنه يطلب العفو بطريقة حتى ما طلبهاش، ما فيش واحد فيهم طلب العفو، لكن بمعنى مش حترشح مش كذا، قال لك كيف تحطوه في الموقف هذا. الله أكبر يا أخي، يا وثن أنت وثن وتعبد وثنا. اسمعوا الآن الحديث، أبو سعيد الخدري يقول كان صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أتاه في يوم من الأيام، أجا شوية فلوس ذهب فضة قعد وصار يقسم ما يأخذ شيء. النبي النبي عاش وهو فقيرا، قال لهم إني لا أصيب شيئا من مالكم هذا إلا الخمس، والخمس فيكم مردود، خمسي وخمس أهل بيتي أنا برجعك دائما. وهذا اللي حصل، وعاش فقيرا وأهل بيته فقراء. فاطمة عليه السلام عاشت كذلك، لم تفرح حتى بلباس واحد مثل سائر النساء أيها الإخوة. النبي قال لا نريد هذه الطيبات، نتركها لهم، نحن لنا الآخرة، لنا الآخرة. بالأمس كنت أحدث أحد إخواني في مجلس، وبعض من يجلس الآن كان حاضرا، قلت له عجيب يا أخي، ترم أنوف أناس من أجل أن معاوية ينتقد مثلا، لكن لا ترم أنوفهم من أجل أن فاطمة تسب بنت محمد. قل لي أين هذا؟ قلت له شيخكم، شيخكم كتب هذا في كتابه، يقول فاطمة غضبت على أبي بكر من أجل فدك، ثم أخذ يقرمط الكلام ويذهب ويعود إلى أن قال أيها الإخوة، بمعنى كلامه وضع فاطمة ومن يغضب لها فيهم مثل ممن قال الله فيهم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أقسم بالله. ولذلك هذا الشيخ رحمة الله عليه اتهمه نفر من عظماء علماء الأمة في عصره بالنفاق، قالوا هذا منافق يقدح في علي وفي فاطمة. لماذا تقدح في فاطمة يا أخي؟ اقدح في من أكل الأمة وأموال الأمة، ليس في بنت محمد عليهما السلام، فاطمة الزهراء البتول. ايش الحقد هذا والنفوس المريضة يا أخي؟ شيء لا يصدق يا أخي. والله من يعلم، أحيانا واحد يقول لك إيه أفضل ألا تعلم، تمرض تعتل لا تصدق ما تقرأ وما تقع عليه عيناك، لكن هكذا في قلوب منكوسة. النبي يقسم، يقسم شيئا أتاه، يقول أبو سعيد الخدري فجاء أحدهم فأكب عليه، رجل طماحك مش قادر يمتلك أعصابه، ذهب فضة يا للهول، وجاء مدحه فطعنه النبي، النبي معاه يكسوك طعنه في بطنه وروح ايش الهبله، طعنه فولى الرجل خجل مسكين وخجل وولى. انظروا الى رسول رب العالمين، ايه طعنه بحق، لو اعطاه كف على وجهه حتى بيستاهل يعني. ايه اتخاف ان يحيف الله عليك ورسوله سيصيبك من هذه المقاسم، يعني ما تخافش سيصيبك حظك من هذه القسمه، انت خايف يعني جاي حاط راسك من دون كل الناس مستعجل مندلع. في ناس طماعين، طمعون ما لا يستطيع ان يقاوم طمعه وجشعه، منهوم على الدنيا وعلى المال. تعال كب على رجل الرسول، قبلها من تحت، قبل ايده، جاي قبل الذهب، موجودون في كل مكان هذولا. فطعنه النبي فولى الرجل، قال النبي ارجع ارجع، تعال يا عبد الله اقتد مني اقتص مني. النبي لم يرى، انتبهوا حتى نفهم الدين الصحيح يا اخي، ضاع الدين، الدين يضيع مع هؤلاء المشايخ حقيقة لا أبالغ، والله العظيم يضيع جوهر الدين روح الدين، والله العظيم يضيع مع هؤلاء وبهؤلاء يا أخي. فتنوا الناس، يتحدثون عن الفتنة، يتحدثون عن الفتنة، يقول كل من يسعى في الفتنة والفساد سوف نرى من المفتون ومن المفتن ومن دعاة الفتنة. أمثالك أيها الشيخ عفى الله عنك، أمثالك فتنتم الناس يا أخي في دينهم وعن دينهم. هذا الدين الصحيح، هذا دين العدل، محمد بعث بالعدل بالقسطاس المستقيم، أليس كذلك؟ والنبي علم
بالعدل الذي أشربه في قلبه. النبي أشرب العدل والقسط. عد قال له اقتد مني. ماذا قال الرجل؟ لا يا رسول الله قد عفوت. نعم نعم فعلا قد عفوت حقي، كنت تستطيع أن تزجرني بكلمة، طعنتني بعرجون في الحقيقة، ما كان السواك، حتى أكون دقيقا في النقل، لم يكن سواك، عرجون، عرجون نخل يعني، عمل له هيك النبي، روح تأخر يعني. فالنبي عرف أن الله سيسأله عن هذه الطعنة يوم القيامة. أما أن تعطوا ولي الأمر فتوى مفتوحة، اقتل، أبد، اسجن، صادر، افعل ما تريد وما تشاء وما يحلو لك، أي فتوى هذه؟ أي دين هذا؟ لا يمكن، مستحيل. يعني ممكن فقيه ستاليني في عهد ستالين، فقيه أحمر يعطي فتوى زي هذه، يقول لستالين أنت مخير، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. وتعرفون حديث سواد بن غزية يوم بدر، الصحابي الجليل بدري هذا، وشهد المشاهد، وشهد خيبر بعد ذلك بسنين، كان منسلا يعني ناتئا من الصف، طال شوي هيك ببطنه وكاشف بطنه بالعمدة، رجل ذكي. والنبي يعدل الصفوف وبيده سواك، سواك، فطعن به في بطنه، قال له ادخل في الصف، اعتدل يا سواد. ايش هذا؟ قال له احنا جيش هنا نظام. قال له يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالعدل فاخذني. قال له وجعتني انت بس سواك تبعك هيك، تعال شوف يا رسول الله، تعال شوف يا سواد بن غزية ماذا يفعل برجال أمة محمد اليوم في سجون العرب، في شوارع العرب، وبالمتظاهرين السلميين ماذا يفعل بهم، تعال شوف. قال سواك، وكيف تهتك أعراض الرجال في السجون والزنازين، تهتك أعراضهم في أي بلاد سافلة يحدث هذا في بلادنا، في أي بلاد حقيرة يحدث هذا في بلادنا، لأن بلدا يسمح بهذا بلد حقير وسافل. إذا أراد أن يصبح بلدا كريما ورفيعا فليطهر نفسه من هؤلاء الظلم الأوغاد، هؤلاء أوغاد ليسوا أقل من أوغاد أيها الإخوة. نعم، فأخذني، بعثك الله بالعدل. فأعطاه النبي وله السواك، قال اقتدي يا سواد مباشرة، اقتد، صحيح حقك مزبوط، حق وحق أيها التبع. قال يا رسول الله لم تنصفني، مش كفاية، لماذا؟ قال أنت طعنتني وبطني عار، بطني كان عريان، أنت بطنك عليه قميص، طعنتني وليس على بطني قميص. فكشف النبي عن بطنه الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال اقتد يا سواد. فأقبل الصحابي الجليل على بطنه يقبله ويبكي، فقال الرسول ما أردت إلى هذا يا سواد؟ إيش اللي عملته طيب أنت؟ هيك أنت شوشت، مش فاهم مش بدك يعني. قال يا رسول الله قد حضرني، وفي رواية قد حضر ما ترى، ولا آمن الموت، فأحببت أن يكون آخر العهد منك، آخر عهدي يعني بك، أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي بخير. شفت رسول الله كيف؟ شو هذا؟ إيش العظمة؟ أم هؤلاء، هذا لا يمكن أن يكون عبدا ذليلا. أنا أضمن لكم، إحنا الله أعلم، نسمع بطلع من هنا الله أعلم، هؤلاء لا، جيل يتربى على هذه النصوص، على هذا الفهم، والله العظيم يدك صروح الظلمة، لا يمكن أن يصبر عليها ليلة. لكن نحن تربينا على أفكار مختلفة، على مقولات مختلفة تماما، لقد زيفنا واستنزفنا وضحك علينا وغسل أدمغتنا أمثال هؤلاء الشيوخ من عباد الأوثان، عباد السلاطين، ليس عباد الله، هؤلاء عباد السلاطين أيها الإخوة، عباد السلاطين. ابن مسعود يقول رضوان الله عليه كنا في بدر، أي في معركة بدر، معركة كل ثلاثة على بعير نتعاقبه، ما فيش بعران عندهم، 315 واحد وحدود 60-70 بعير، كل ثلاثة على بعير نتعاقبه، وكان أبو لبابة وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هم بتعاقبوا مع الرسول، حتى الرسول، حتى الرسول قائد الجيش وزعيم الأمة ورسول رب العالمين لا يزال وحي الغض الطريق يتنزل عليه في أصابعه وأماسيه، رسول يا جماعة، رسول، شو تقول لي حاكم وكلام فارغ، رسول هذا، لا ملوش جمل لحاله، ملوش فرس لحاله، يركب معهم وثلاثة على واحد، وواحد من ثلاثة هو أبو لبابة وعلي بن أبي طالب عليه السلام. قال
وكانت عقبة رسول الله الدور تبعه الراية العقبة يعني الدور. فقال يا رسول الله نحن نكفيك تركب ونمشي أنت الرسول بتضلك. فقال لستما بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما. أجر قال له ما أنا بدي أجر حكاية الدنيا هي وهي لو النبي بده هيل وهي لمان كان خلاص سلخ أجل باب النبوة وحأشأه وكلا إلى يوم الدين وكان عاش ملكا من أول يوم من أيام إيه مكة لما قالوا له إن شئت ملكا ملكناك وإن شئت مالا وإن شئت زوجة حسنة وإن كله مستحيل الشمس والقمر أنتوا عارفين القصة كلها. ما بده النبي بده الآخرة بده العدل ونبوة وعدل مش للآخرة للدنيا لكي تسعد بها الدنيا وأهل الدنيا. لستما بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما زي زيكو بنزل بمشي بركب الحين واحد وبنرحم البعير ولما بيجي دوري بركب وهكذا. يا الله إيش اللي بصير هذا إيش اللي بصير. لذلك لما كنت ولا أزال والله العظيم أستنكف وأستنكر ولا يعجبني أن تحجز المقاعد في أي حفل أو ملتقى إسلامي لأناس دون أناس لا يعجبني هذا وأنا أستنكرهم من منبر رسول الله ولا أحبه. وأقول للمسلمين والإسلاميين دعوكم من هذه المظهريات الكاذبة المرائية هذا رياء فارغ. من حضر أولا يجلس أولا يحضر عالم يجلس في السطر الخامس إيش المشكلة يا أخي في السطر العاشر يبقى عالما العالم عالم لو قاعد قدام ولا قاعد آخر واحد ولا مش صحيح. الرسول كان يجلس حيث انتهى به المجلس لم توطن له المجالس الرسول ونهى أن توطن المجالس وهذا مجلس لفلان بضله في المسجد أو في كذا محجوز له ما في الكلام هذا يا أخي. يجلس حيث انتهى به المجلس أراد أن يعلمهم أننا إخوة نتعاون على البر والتقوى ونتناكر في الإثم والعدوان ونتناهى. هذا الرسول لم يكن وثنا لم يكن صنما لم يسمح بتوثينه وتصنيمه يعني بتصنيم نفسه لم يسمح بهذا صلى الله عليه وسلم. وأصحابه ساروا في نفس السكة كلمة عمر العظيمة إنه لا يبلغ لذي حق في حقه أن يطاع في معصية الله. شوف الكلام البليغ الفصيح بجملة واحدة لا يبلغ لذي حق في حقه أي واحد إيش ما يكون أمير المؤمنين أمير المؤمنين إيه ما عندوش صلاحية أن يطاع في معصية الله لأنه حقه. شو حقه؟ حقه أن يطاع في الطاعة وأن يعصى في المعصية وقد يقاتل وقد يعزل وقد تدق عنقه. هذا دين الله وقد فعل هذا الصحابة وأبناء الصحابة وأتباعهم فعلوا هذا وتهمموا به دائما أيها الإخوة. ما في وثنية عنا ما في عبادة أشخاص ليس لك من الأمر شيء الله يقول لرسول الله مش لك هذول عبادي. الأصل المسافة أي واحدة هذا رب وهذا عبد بعدين التفاوت بصير من جهتك بماذا؟ بالتقرب إلى الله بالعبادة والطاعة وملازمة الأمر الإلهي هذا هو وإلا كلنا عبيد عنده لا إله إلا هو نحن عبيده. ما في ناس منا أولاد للرب أستغفر الله العظيم وبعضنا أحفاد لله وبنات وبعضنا لا عبيد كلنا عبيد كلنا عبيد